عمرو دياب قعد لفترة كبيرة، الكم سنة اللي فاتوا، أغاني فرايحي قوي قوي، وبعدين رحت انت واخده بقى مرجعه لعمرو دياب بتاع زمان، صح ولا ايه؟ لا مش انا لوحدي، انا يا عيني. والزملاء، وهو عمرو دياب على مدار تاريخه الغنائي الحافل، وبعتبره من اهم المشاريع الغنائيه طبعا في الشرق الاوسط في اخر مفيش انكار. 30 40 سنه، ويعني عملاق في الصناعه. صناعتنا احنا دلوقتي واقفه وسانده على عمرو دياب بكل صراحه، ويعني ومش ما اعتقدش ان في حد هيخالفني. هو مع الدفه وبيشوف السوق الغنائي محتاج لايه، وبيبدا ينفذ البوماته او اغانيه في الضوء ده. احنا كمان عندنا برضو بنفكر ونشوف ايه اللي ممكن نعمله، ونبدا نقترح عليه كلنا، وعلى طبعا المطربين التانيين زي حماقي، زي تامر حسني، زي بهاء سلطان، زي شيرين، المطربين الكبار بتوعنا، ايه اللي ممكن يتعمل علشان خاطر نحافظ على المشروع الغنائي اللي احنا يعني بنمثله دلوقتي، او الساحه اللي احنا بنمثلها دلوقتي. صحيح عزيز، انا مبسوط قوي اني سمعت صوتك، وكان مهم عندنا ان احنا نقول لك كل سنه وانت طيب، ومهم عندنا والله انا ان مبسوط احنا اكتر، نهنيك على وهتابع النجاح بقيه الرائع. الحلقه اللي هتبقى سريه كده، وكل سنه وانتم طيبين، كل المصريين بخير والعرب، حبيبي ورب 24 تبقى سنه خير على الفن يا المصري رب وعلى مصر في كل يا رب النواحي يا وعلى رب. غزه ان شاء الله امين. وعلى غزه وعلى السودان وعلى لبنان وعلى ليبيا وعلى يا رب سوريا وعلى العراق وعلى الكل، يا رب كل يا الانسانيه، رب. ونشوفك قريب يا عزيز. يشرفني والله، انا اللي يشرفني اتشرف، ربنا يخليك يا رب حقيقي. الف شكر ليك ملحننا وشاعرنا الغنائي الفنان الرائع، رجل صناعة حقيقي في الأغنية العربية عزيز شافعي.